خير إن شاء الله، بس ما يكون صاير شي. خالتي شكراً، ما في شي، أمي عملت كيك لليلى فحبيت جبليان وهن نسخني. آه يسلموا إيديكي يا حلوة، جهزت الشاي وما دقتها، كأني كنت بعرف إنك جاية. فوتي فوتي، يلا فوتي فوتي، أهلا وسهلا. خبرني شو صار معك؟ متضايق كتير. بتصدقي إذا بقلك بخاف على الناس؟ ليش عم يعملوا فيني هيك؟ ما بقى فيني اتحكم بحالي. ما تضايق حالك، أنا جنبك. هنن ما بيعرفوا قيمتك وما بيعرفوا قديش أنت إنسان طيب، لا تنزعج. شو جابك لهون بهالوقت؟ إيه يا سلام، هي أكتر كعكة بحبها. إن شاء الله تكوني جايبتي يا سخنة. ماما بس طلعتها من الفرن بعتت لك حصتك فوراً. سلميلي علي وقولي لها يسلموا إيديها. هي الشاي. إيه؟ صار معك شي مهم اليوم؟ كيف كانت المدرسة؟ ليلى، لقيت دليل مهم كتير بخص شوفير السيارة بهداك اليوم. كيف؟ بتتذكري وقت قلتلك إنه الشوفير كان حاطط قناع على وشه؟ بتتذكري؟ شفت القناع بعيني اليوم، كان بخزانة الطالب عنا. إكيم خلصيني، احكي من الآخر، ليش عم تطولي السيرة؟ هو كانت شو صار لك؟ هاتي كاسة الشاي من إيدك. اهدي اهدي شوي، روقي، طولي بالك، خلص تمام، روقي. روح جيب لك مي. لا ما في داعي، بجوز متهيئ لك إنك شفتي. لا شفته للقناع، شو بدي كذب عيوني؟ ما في غير قناع واحد منه يعني إكيم؟ بيكون قناع بيشبهه وموجود عند كانت، يعني كل شي ممكن. انت ليش عم بتدافع عن هالشاب؟ يعني ما عم بفهم شو القصة. ما بتعرفي شاب أزعر وطايش بتوقع يعمل هيك؟ أصلا إذا كان هو الفاعل الشرطة رح تتكفل فيه. انت رحتي على الشرطة؟ ايه رحت، رحت لعند المفتش سلجوق، خبرته عن اللي شفته وقال لي بشوف شو بقدر ساوي.